شو هلا بفرش بالارض هون بنام ولا بقفل عليك الباب بروح بنام بالبيت؟ لا ما تروح ما تروح شريف، خليك معي. قلت لك بخاف. لا بتخافي مني؟ ليش بدي خاف منك؟ كان صاير لك مليون فرصة تأذيني من نهار اللي تعرفنا على بعض لليوم، بس ولا مرة أذيتني. ما تشدي ايدك كتير، إذا أختي ما رجعت على البيت رح أذيكي. بحبك شريف. تقدر تنام هيك على الأرض؟ تكوني خايفة علي. أكيد خايفة عليك، منك رح تقدر تنام هيك. بس أنا كمان ما بدي نام هون لحالي، خدني على البيت لعندكم شريف. تذكر الليلتين اللي قضيتهم هونيك كانوا كتير حلوين ومريحين. لما نمت بتخت شادية ما هيك؟ منك رح تصدق إنه شادية مش مع البابا ما هيك؟ ليكي بدي لك شادية، أنا هلأ الليلة رح ضل متسامح معك، بس من هلأ لبكرة الصبح لما يطلع الضو إذا ما بترجع شادية على البيت رح تشوفي فيه إنسان تاني. فاهمة؟ فاهمة. أني خايفة مني؟ قلتلك ليش بدي أخاف منك؟ حدا بيخاف من الشخص اللي بيحبه. أنا بحبك شريف ومغرومة فيك، وبعرف أنك أنت كمان بتحبني ومغروم فيي. بعرف إنه الظروف ظلمتنا وكانت قاسية علينا وما خلتنا نعيش الحب بحلاوته، بس أنا أكيدة إنه رح يجي نهار وتروح كل هالصعوبات ونعيش مع بعض أحلى أيام. شو هالقصيدة الحلوة والكلام المرسل هيدا؟ نامي نامي، ما بقى تمر علي ألعيبك. نامي. صراحة أنا صرت شايف نسوان كتير بهالدنيا، بس مثلك ومثل أختك مش شايف. أنتو نوع بشع من النسوان. ضحى ضحى صباح الخير. أنا رايح على البيت جيب لك ترويقة ومي سخنة لتتحممي، رح سكر الباب وراي. طيب خدني معك على بيتك، ما تتركني هون لوحدي. مش عزاوي اكسد ضحى، انت منك ضيفي هون، انت مخطوفة. راجعي.